مشاهدينا الحلوين الطعمين اللذاذ اللي بيحبوا يتفرجوا على رحلاتنا وكمان نفسهم يشاركونا، هيجي عليكم اليوم اكيد وتيجوا تشاركونا. النهارده عندنا اسرتين مختلفتين علشان يبداوا معانا رحله مختلفه، بس طبعا كلها برضو ضحك ولعب وحواديت وغنى وحاجات كتيره جدا جدا جدا. تعالوا على طول نتعرف بيهم ونقول اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه ده بعد كل ده انتوا ايه ده؟ فين ايه ده؟ طب يلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا هو ده الكلام. طيب نبتدي بقى نتعرف على طول، دي حلقتين ولاد الصبيان. انا بحب الولاد والصبيان وبحب البنات طبعا جدا جدا جدا، بس في اكيد النهارده ايه حماس مختلف كده. اوكي نبتدي بقى نتعرف على طول بالاستاذ محمود. محمود طب ايه، طب اتخضيت ليه؟ قول اسمك لو عندك كام سنه وعرفنا على نفسك وكده. يلا اسمك وعندك كام سنه؟ ايه ده بتضحكك؟ اسمك عندي 8 سنين. 8 سنين؟ وايه كمان؟ تحب ايه؟ تحب ايه؟ لا ايه اللي انت بتحبها على طول تتفرج عليها؟ لسه في الاول محمود صح صح اتفرج عليها. طب خلاص انا عقبال ما يفتكر هو بيحب ايه يخش على اخوه اللي شبهه جدا ما شاء الله. ايوه اسمي احمد عندي 8 سنين بحب بابا وماما. يا حياتي اراني تعثرت جدا جدا، ربنا يخلي لك ماما وبابا. ماما مي مش لازم كام سنه عليكي بس بتشتغلي ايه؟ هاوس وايف. هاوس وايف حلو جدا مهمه صعبه مع دول ما ينفعش حاجه غير كده. ربنا يقويك يا رب. يا رب. انا مصطفى. ايوه انا عندي 35 سنه. احنا عندنا محمود واحمد ومصطفى. أيوة. بالظبط كده مستني محمد بس ان شاء الله. محمد فعلا اوكي. انا شغال في بنك. شغال في بنك حلو جدا. الاسره الثانيه الله ايه ده؟ مين فيكم مين؟ انا مالك وبابا يوسف. انتوا توأم؟ اه طبعا. الله تردوا مع بعض؟ اه الله. طب انت مالك؟ صح صح. وانت؟ يوسف. يوسف اوكي. ومين اكبر بقى يعني مين اتولد؟ انت بقد ايه؟ بدقيقة. ديا؟ أوه. وانت ديا هو مستخبي كاملة على بعضها. ده رجبوا اتنين دكتور اتنين دكتور تانيين عشان يطلعوا عمالي مش عايز ناس ناصح. مامي بقى ربنا يكون في عونك. مش قد شعري يا حبيبتي. وعندي اختهم كمان. الله اكبر ما شاء الله. طب قولي لي بقى اسمك. انا اسمي اسراء. اسراء عاطف. عندي 32 سنة. ماشي شجاعة. بربي العيال. ربي منس اهم حاجه واصعب حاجه. بربي الثلاث ايام مش كده. عمرو 41 مونسترا. الله خلص مهندس طيران. هنطير النهارده؟ هنطير. طب يلا نبدا رحلتنا ونطير على طول بقى على اول حاجه. بس قبل ما نبدا اي حاجه عندنا شويه قواعد احب ان انا اقولها لكم عشان لازم نتفق عليها قبل ما نبدا رحلتنا. اوكي اوكي. اول حاجه يا جماعه احنا عندنا في البرنامج ده ما حدش بيبص في الموبايل ولا بيمسك الموبايل لغايه ما بنخلص، يعني طول ما احنا بنلعب مش هنمسك الموبايل غير الرب الاسره. إيه ممكن ايه لو في حاجه ارجنت يعني في البيت سايبه. انت سايبه في البيت؟ مش مشكله حاجه. برافو برافو. احنا جايين بقى ايه جاهزين كده من غير موبايلات. تاني حاجه ان احنا لما بنلعب اي لعبه بنرجع مكاننا الحاجات. بتعملوا كده في البيت؟ لا طبعا. لا ساعات دي خلاص من كل حاجه مع بعض وكده. لا ولا لا مش ساعات. لا بس انا اكتر. انا اكتر. وانت برضه ماشي. هنا بقى طول الوقت هيبقى اوكي.
في حاجة بقى مهمة جدا، بما ان الحلقة دي مليانة صبيان امارات حلوين وتعمين، احنا ما عندناش عنف في اللعب خالص. ما احنا عارفين طبعا خالص حاجات خالص حلوة. خالص يعني لا بنزق ولا بنضرب ولا بنعمل حاجات دي. لا مفيش الحاجات دي. مفيش الحاجات دي؟ طب والله شكلهم رجالة جامدة وجدعة. في بقى حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان احنا عندنا وسيلة مساعدة، عندنا فقرة فيها اسئلة وكده. هيبقى في وقت كده هبقى بسأل الاولاد، بس الاولاد لو ما عرفتوش تجاوبوا ممكن عندكم وسيلتين مساعدة. الوسيله الاولى استدعاء ولي امر، هيبقى احلى استدعاء ولي امر. لا هيساعدك استدعاء ولي امر عشان يساعدك مش عشان يزعقلك، اوكي؟ والحاجه الثانيه ان انتوا ممكن تغنوا واحنا نستحمل بقى. ما بعرفش اغني ولا حاجه، اوكي؟ احنا جاهزين قمه النشاز اكيد جاهزين. ما هو احنا هنستحمل، ما هو عقاب بقى. يلا بينا نجهز على طول ونبتدي على طول. اول حاجه كده بقى واحنا واقفين بنحب نتعرف على بعض ونشوف انتوا عارفين بعض كويس ولا لا. عندي حاجات بابا وماما يعرفوهاش بجد؟ اه والله. طب هنشوف هنشوف دلوقتي. انا هسالك انت بقى، بما انك انت قلت بابا وماما ما يعرفوهاش، انت تعرف حاجات كتير عن بابا وماما؟ لا شوي. طب ايه اسم انتيم بابا؟ اخوه انتيم وصاحبه صاحبه. اكتر واحد صاحبه. اكتر واحد صاحبه. شيل بس ايدك من عبوك عشان اسمع. ممكن عمو مصطفى او صاحبه التاني. عمو مصطفى فعلا؟ اه صاحب صاحبه ماما. صاحبه التاني ده اسمه ايه يعني؟ احنا عرفنا من صاحبه التاني؟ ممكن اشرف. ايوه ماشي روحنا لاشرف، اوكي. طيب عندي سؤال للاستاذ مالك، انت مالك صح؟ عشان بس انا هتلخبط شويه. مالك ماما كانت في مدرسه اسمها ايه؟ اسمها الحريه. ايوه صح كده؟ لا بابا الحريه. انا سقاره. يلا الحمد لله اجت في بابا. ماشي اوكي. انا هسال بقى بابا. ها بابا ايه اسم بقى انتيم محمود؟ انتيم محمود؟ لا انتيمة محمود. الله والله العظيم. تمارا. تمارا؟ اه لا هو اللي بالجنيه. لا يا محمود امال مين يا محمود؟ انتوا بنات كتيرة. ماشي حلوة. هو في كتير والله هما يعني. والله حلو جميل. بس أكتر واحدة فيهم صاحبتك مين؟ تمارا. تمارا؟ جوري. جوري ولا تمارا هنزعل تمارا وجوري؟ جوري جوري. الاثنين الاثنين عشان ما يزعلوش، أوكي؟ الاثنين. ماشي أستاذ يوسف. يوسف قول لي بقى بابا كان في جامعة إيه؟ بابا كان في جامعة ايه ولا دخل كلية ايه؟ عارفين دخل كلية ايه؟ بابا مهندس طيران. مهندس؟ اه. كان في جامعة ايه؟ كان انت عايش فين؟ انا عايش في القاهرة. لا, لا 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 ايوه يا بابا جامعة ايه؟ جامعة القاهرة. جامعة القاهرة يا راجل كل ده علشان توصل. ماشي ماما ايه اكتر اكلة احمد بيحبها ياكلها من ايدك؟ حاجات كتيرة بالظبط يعني. انت جايه ايه بقى في نقطه ضعفه؟ انا بس سجق. لا برجر. لا ماشي ماشي يا احمد. ماما طب قول انت يا احمد. هي خسرت خلاص. مكرونه بانيه. مكرونه وبانيه. ايوه كل الشعب البانيه. البانيه عيش اسهل حاجه. طب حلو ده انت موفر قوي يا ابني وجميل ولذيذ. ماشي ايه ده؟ والله مش هسألك والله جايه لك ما تخافش. هنسال السؤال لبابا ونسال بابا على مالك ويوسف مع بعض، ايه اكتر حاجه بيتخانقوا عليها هما الاثنين؟ كل حاجه. اكتر حاجه يا بابا، اكتر حاجه بالظبط. بلاي ستيشن. بلاي ستيشن؟ طب مين بيضحي بقى؟ يعني مين بيجي في الاخر يقوم قايل له طب خلاص؟ ماما اللي بتضحي. ده كده كده ده كده كده الام تضحيه. بصراحه انا مش منضحي باي حاجه. الله عليك على ايه الصراحه دي؟ ده صريح. ده جاي صريح رهيب. طب ده بيضحي على طول. ده يوسف. والله هو انا عارفه هو بس اللي بيتكلم كتير بيبقى عكس. ايوه لازم يبقى في واحد كده واحد كده. ماشي طيب قولي بقى محمود. نسال محمود. ماشي ايه اكتر حاجه ماما بتزعل منك لما بتعملها؟ حاجات كتيرة بس أول حاجة أحمد. أحمد أنا بسأل محمود. فطيرة. فطيرة يا ولد. إيه يا محمود كل إيه يا محمود؟ يا حبيبي ما بتعملش غلطات يا للدرجات دي غلطاتك بسيطة قوي. مش فاكر الولد. حاجة أنا أضرب أحمد. إن أنت تضرب أحمد؟ آه اللي هي ممنوعة عندنا خالص. لا في حاجات في حاجة تانية أنا خطيرة قوي. إيه بقى؟ الولاعة. بتلعب بالولاعة؟ اه اي حاجة خطر محمود بيلعب. اي حاجة خطر بتلعب فيها. اي حاجة. ايه يا محمود؟ طب هو بيستكشف بس اهم حاجة ان انت تبقى فاهم ان في حاجات ما ينفعش نستكشف فيها زيادة عن اللزوم. صح؟ هو بيبقى عارف بس بيحب يجرب. لا مش هنجرب. بلاش بقى اللي هو الزيادة ده يعني، او لو هنجرب نجرب بابا جنبنا يقول لنا ينفع نجرب لحد فين وكده. لا طبعا مش هينفع مش هيوافق. هقول له اجرب حاجة خطيرة. هي هتتناقشوا هيقول لك خطيره ليه؟ هو عارف ان هي خطيره فبيعملها لوحده. بس بقى شرح له خطيره ليه؟ طيب نخش على اللعبه بقى على طول ونخش على الاسئله وعندنا فقره اسئله. فقره الاسئله دي متقسمه لثلاث مراحل.
انا مين او انا ايه، الاسره بتجاوب الاسرع والادق بسرعه جدا، كل الاسره هتشارك في ده. وبعد كده عندنا صح وغلط، هيبقوا الاولاد بس هم اللي بيجاوبوا. وعايزه افكركم ان انتوا عندكم وسائل المساعده. وبعد كده عندنا اختيارات من بين القوسين، ثلاث اختيارات، وبرضو انتوا اللي هتجاوبوا، ولو ما عرفتوش ممكن تستخدموا وسائل المساعده. فاكرينها؟ اه. دعوه ولي امر وهنغني. أيوة. اوكي. أوه. يلا بينا نبدا على طول كده واحنا ايه سخنين. السؤال للاسره دي، انا قائد الحمله الفرنسيه على مصر. نابليون. اي طب مالك مهزوز ليه؟ استنيك حسيت ان هو بديهي. بس كده خلاص كده مش حلوه الثقه دي. انا القائد الذي استطاع هزيمه الصليبيين. صلاح الدين. برضه نفس الاداء. مش احنا عارفين ان احنا معلش او ممكن ندي فرصه. يلا اللي بعده. انا بطل الجزء الاول من مسلسل الاختيار. منتي. احمد المنتي. ايوه منسي. هو منسي كان مين الممثل اسمه ايه؟ امير كرار. ايوه برافو. ماشي برافو والله العظيم. طيب انا بطل فيلم الممر. احمد عز. برافو. ماشي مين جاهز يعمل بقى مهمه اقولها دي بقى؟ انا مش هقول لكم احنا داخلين على ايه، هتختاروا بسرعه، حد فيكم يجي بسرعه. بصوا بقى نعمل ايه، اقف عندك ناحيتي وهو هيقف جنبك. ايوه كل واحد على ناحيته. برافو محمود، برافو يوسف. يوسف ومحمود، دي أول مهمة معانا النهاردة. دايماً عندنا كور ألوانها حلوة جداً، بس في كورة كبيرة هاندبول لونها أزرق، اللي هيجيب فيها الكورة أسرع هو اللي هيبقى بيكسب أول مهمة. هل أنتوا جاهزين؟ أيوة جاهزين. هل أنتوا جاهزين تشجعوا؟ طبعاً. جاهزين. ريدي؟ بلو. ستادي؟ بلو. بلو يا مالك. 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 مالك. البلو يا مالك. ايه مين؟ انا شفتها على فكره. انا شفت صح وغلط. وفكركم الولاد بس هم اللي هيجاوبوا، لو احتاجتوا وسيله مساعده ده موضوع تاني. صح ولا غلط، مربع طول ضلعه 7 سنتيمتر بيكون محيطه 28 سنتيمتر، صح ولا غلط؟ صح. برافو. بس جت كده صح؟ طبعا. ماشي. هنا بقى بس برافو. يلا بسم الله. مربع طول ضلعه 2 سنتيمتر بتكون مساحته 4 سنتيمتر، صح ولا غلط؟ لا ممكن تقوليها تاني. مربع طول ضلعه 2 سنتيمتر ماشي بتكون مساحته 4 سنتيمتر، غلط. يعني سنتيمتر يعني؟ غلط غلط. المربع طول ضلعه 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر حلو؟ بتكون مساحته 4 سنتيمتر، صح ولا غلط؟ صح. غلط. هاخد منكم ايه؟ غلط. غلط. استفوا بسرعة. غلط غلط. غلط؟ اه لا هي صح. ماشي. نخش. الله ده انت فرحت قوي. طيب يوجد بالعالم 7 محيطات، صح ولا غلط؟
سبع محيطات. غلط. غلط؟ صح. ايه بقى الثقة دي؟ اخد منكم ايه استفوا مع بعض؟ انا صح صح. انت صح. انت صح ولا غلط؟ صح. غلط. سبع محيطات؟ صح صح. غلط. هم خمسة يا ولاد، السبعة دول منين وايه الثقة دي؟ الأسرة الحلوة دي. المحيط، استنى بقى، المحيط بقى الهادي اللي كنا بنتكلم عنه، أكبر محيط على وجه الأرض. المحيط الهادي؟ الهادي؟ لا أكبر محيط لو مش عارفين اطلبوا مساعدة. ولا نيل؟ لا في العالم. المحيط مش النهر. المحيط مش النهر. أقوى أكبر. أقوى إيه؟ المحيط الهادي أكبر محيط على وجه الأرض، صح ولا غلط ولا وسيلة مساعدة؟ البحر صح. صح. مش أوكي، لازم أوتركم. يلا هنا بقى، عارفين الكمانجة؟ أيوه. إيه الكمانجة؟ إيه الكمانجة اللي بيعرفها؟ كمانجة كمان. آلة الكمان. الفايلن. عارفينها؟ طيب. عدد أوتار الكمانجة أربعة، صح ولا غلط؟ صح. فور سينج، صح ولا غلط؟ صح. صح، برافو، ماشي. الساكسفون آلة من آلات النفخ الموسيقية، صح ولا غلط؟ غلط. صح 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 عندكم اطواق، هنشوف مين اللي هيخلص اطواقه واللي هيعرف ينشنها. هنعد في الاخر كم واحده وكم واحده، واللي يعني نشن صح اكتر. انتوا فاهمين اللي هتخش جوه القمع يعني. بالظبط. يلا بينا. ريدي ستادي اند جو. يا تيجي يا ما تجيش. اوف. واحد واحد والله العظيم. يلا بسرعه بسرعه. اخر حاجه بقى اختيارات، نركز عشان نلم اللي ورانا. اوكي ماشي. السؤال هنا، فكروا ان انتوا دايما عندكم وسيله مساعده لو مش عارفين. طيب ايه من الاطعمه ليها طعم حلو؟ زبده الفول السوداني ولا الهضه ولا العسل؟ عسل. عسل. مش اوكي. ايه نوع الاطعمه اللي طعمه لاذع؟ التفاح. يعني ساور. حادق. التفاح، البرتقال، الليمون. 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 الليمون ولا ايه؟ الليمون. الليمون. عارف ليش اتسرعت؟ انت كنت سمعت الليمون كنت هتوصل. صح والله الليمون والله. اكد المعلومه. طيب نركز، من هو امير الشعراء؟ خليل مطران، حافظ ابراهيم، احمد شوقي. ياتي عليكي. ماشي ما شاء الله. من هو شاعر، افتكروا ان انتوا من هو شاعر النيلين؟ حافظ ابراهيم، خليل مطران، احمد شوقي. مش عارفين اسالوهم. اخد ايه؟ حافظ ابراهيم. لا لا لا، هو ماليش هيستمع. اخد وقت. ايه ده هتجاوبوا ولا مش هتجاوبوا؟ هتاخدوا وسيله مساعده؟ لا. حافظ ابراهيم؟ اه. اخر كلام؟ اخر كلام. بابا قالها لك. اول واحده، هي اول واحده. خليني اقولها تاني. ثانيه واحده؟ تاني. غنوا. ماشي. يلا. لفيت الكون. يلا. وانا حاجه زيك. تن تن تن. يا سلام. يا سلام على الحلاوه. مفيش حاجه نافعه خالص. هنشوف بقى انتوا الاثنين يا حبايب يا حلوين. وانتوا ايه؟ نغني الست الرايقه. ماشي. والناس الحلوه. لا الغزاله الرايقه والناس الحلوه السيئه. يا سيدي يا جمال وماله ضغط كتير عليه. ما تقرب مني حبه، لا لسه شويه حبه. لو حياة المحبه بنجيب جنبك وخليك. الله، دي واحده بتغني بقى كده. هنخلص هنا ونروح نلم ورانا ونرجع على طول على التوازن. ويلا بينا. الطبله دي الطبله دي طبلة دي لدى قلبي. يا سلام. عندهم ضمير قوي.
بعد بقى الروقان والفرفشه واللذاذه اللي حصلت وبانت في لعبه الاسئله، نحرك بقى جسمنا شويه كده ونبتدي نفرفش. وبما ان الحلقه كلها ولاد النهارده، يعني الصغيرين كلهم ولاد، فانا قلت هتسلى عليهم بس من غير باباهم ومامتهم، ونشوف بقى الطاقه اللي على حقها هتطلع ازاي. جاهزين؟ جاهزين. مين يبتدي؟ اول واحد يرفع ايده. يلا تعالى يا محمود. يلا اطلع على الستبس. بص بقى يا محمود يا حبيبي، عشان بحب اللعبه دي قوي 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 قوي. حضرتك هتعدي يا محمود وانا هحذف عليك كور، هنشوف انت هتعرف تلقف مني كام كوره من غير ما تقع جوه البول ده. جاهز؟ يلا بينا. ريدي ستادي اند جو. عشان جاوبها محمود انتوا كده. يلا يلا خد كوره، لازم تاخد كوره. يلا يلا يا مالك، مهم بقى نحذف كوره وانت في القفه. يلا بينا. مالك 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 ريدي ستادي جو. مالك 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 ارجع مالك 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 ارجع مالك ارجع ست ملون فيه. يا رب يا رب يا رب يا رب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك مالك مالك. كم ستريت كم ستريت اللي بتجيلي ظهرك؟ مالك ست مالك سبعة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله اكبر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دول 10 دول 12. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله 13. خلاص يا ملك ازاي بسطت. مالك مسك 13 كوره وده صعبها جدا على الفريق الثاني. احمد 13. يلا يا احمد. ايش جاهز؟ بجد؟ طب يلا بعد يلا يلا ريدي ستدي اند جو. احمد مسك. احمد لازم تمسك كوره. واحد احمد مسك كوره. احمد ونط بسرعة وكده. يبقى ولا أحمد ولا محمود عرفوا يعدوا اللعبة الأولى. يوسف جاهز؟ جاهز. مالك كان مسك 13 كورة. لا ما شاء الله. هنشوف أنت هتاخد كام كورة. يلا ريدي ستيدي آن جو. يوسف إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ الله يبارك. الله يوسف 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 على اول ستيب. يلا حوده 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 كده. انت يوسف؟ ماشي. امسك الكرة حطها لنفسك. ده مالك والله مالك.
يلا راحه ما بقولك بالراحه انا بقول لك ركز انا نصحتي ليه التركيز والله شكله واول ما بيركز بتعزيز يلا برافو يا احمد برافو يا احمد والله برافو شكلها طلعه ولا ايه برافو يا احمد رفعها بالراحه بقى الثقه بقى خلينا مركزين ايوه لا استنى حلوه بس الفرن وحش يا احمد وحش يلا جاهزين يوسف يوسف بجد بقى شاطر يا يوسف ده يوسف اللي بجد يوسف اللي بجد مركز يلا يوسف يلا حبيبي يوسف يلا يوسف يوسف ايه يا يوسف ده شكلنا هنعوض يوسف شكلنا هنعوض يوسف شكلنا هنعوض ولا هنبقى ايه هنبقى ايه هنبقى ايه يوسف هنبقى ايه يوسف يوسف هنتعادل ولا ايه يوسف ولا مش هنتعادل طيب عندنا محمود بس اللي عدى لغايه دلوقتي يوسف 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 كده يبقى محمود ويوسف هم اللي عدوا في المره في اللعبه الثانيه واللعبه الاولى كان ولا محمود ولا احمد عدوا ولكن يوسف ومالك عدوا كم كان بقى كده 2 2 1 احنا واحد هم واحد انتوا 2 واقعد مكانك ماشي يلا بينا نروح نلعب على الفي ار على طول طيب جينا بقى لعبه الفي ار اللي احنا كلنا بنحبها وبنستمتع بيها ومحمود هو اللي هيلعب معانا النهارده في ار عرفت ايه القواعد بتاعت اللعبه يا محمود يس هتبقى بتخبط في اكبر عدد زهر ممكن مش زهر انا الزهر اللي هنا وكمان هتبقى بتعدي من البلوكس اللي هيبقى بيعدي منك هيبقى بوينتس بتروح من عليك وطبعا لو خبطت خلاص بقى جاهزين نشجع محمود جاهز يا محمود دوس بلاي وابتدي يا محمود هنشوف بقى هنعمل ايه؟ تأني يلا حودة تأني حودة 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 حاولت حودة برافو يا حودة يلا حودة ايوه يا حودة حودة ايوه حودة برافو يا حودة 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 برافو يا حودة 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 مالك يلا مالك ابتدى مالك 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 مالك
ممكن بسرعة. تعالى يا هدى. معلش معلش احنا ما زهقناش. يلا تعالى يا هدى. ابتدى تاني لو سمحتي. ابتدى مالك. مالك اسفه يا مالك. ايه ده ازاي ده؟ ده هو ده اللي حصل بقى. نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ تعالى جنبي هنا. معلش بقى مالك النهارده حظه صعب شويه. تعالى اقف جنبي. انا عارفه انت مش شايف حاجه، انا شايفه كل حاجه، وانت في ايد امينه يا حبيبي جدا جدا جدا. تعالوا بسرعه جدا نروح نسمع حدوته حلوه قوي 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 من حواديت ماما سماح، ونرجع نكمل لعب تاني. معلش يا مالك. اهلا باصحاب رحلتنا السعيده، واهلا باصحابي اللي معايا النهارده، وحكايه جديده من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده هنروح فيها المكان جميل جدا. اللي عايشين في المكان ده يمكن نكون شفنا بعض منهم لو زورنا مثلا حديقه الحيوانات او شفناه في التلفزيون. النهارده هنروح لمملكه الطاووس. شوفوا دي ريشه الطاووس. حد فينا قبل كده شاف طاووس؟ الطاووس شكله بيبقى جميل قوي، واكتر حاجه بتميزه يعني بتخليه مختلف عن بقيه الطيور ديله الجميل، وساعات يفرد ديله يبقى عامل زي ايه بقى؟ زي المروحه بالظبط. في مملكه الطواويس او مدينه الطواويس، الملك قال انه هيعمل اجتماع يجمع كل الطواويس اللي في المملكه. جمعهم وقال لهم انا عيد ميلادي قرب، وقررت ان انا يوم عيد ميلادي هختار واحد من الطواويس يبقى هو الامير، بس على شرط اللي هختاره يبقى الأمير لازم يكون مختلف. يعني إيه مختلف؟ قال لهم كل واحد فيكم يفكر ويشوف إزاي هيبقى مختلف عن التانيين. يا ترى بقى إزاي كل واحد يبقى مختلف عن التانيين؟ هنشوف. الطاووس بطل قصتنا طاووس صغير وطيب وجميل ومش بيفكر أبداً يبقى الأمير. مشي الطاووس مشي وخرج بره المملكة، وخرج يتفرج على الناس وعلى الشوارع، لقى راجل طيب عجوز حطاب. عارفين الحطاب ده بيعمل ايه يا ولاد؟ ده اللي بيقطع الايه؟ الاشجار. ونعمل من خشب الاشجار ده بقى حاجات كتير قوي، زي الحاجات دي مثلا نعمل ترابيزات، نعمل كراسي، نعمل ابواب. الحطاب العجوز كان قاعد تعبان وعمال يقول الدنيا حر قوي، انا مش عارف اعمل ايه في الحر ده، مش قادر حتى امشي. الطاووس فكر وقال انا لازم اساعد الراجل الطيب العجوز ده، بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ازاي بقى ممكن يساعد الطاووس الراجل الطيب ده؟ تفتكروا ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل له ايه؟ ساعد. يعمل له ايه؟ ساعد. يساعده؟ الطاووس اخذ ريش من الريش بتاعه وعمل له مروحه وادها له. الحطاب الطيب قال له ايه ده؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ايه المروحه الحلوه دي؟ الله، الهواء بتاعها حلو قوي، بس انت كده شلت من ديلك كتير قوي يا طاووس. قال له مش مهم، المهم ان انا اشوفك مرتاح ومبسوط. لما شفت ضحكتك وابتسامتك دي انا حسيت ان انا مبسوط انا كمان. حلو اللي عمله الطاووس ده؟ يعني حاجه جميله؟ جميله جدا. يعني هو شال الريش بتاعه وعمل منه مروحه، ده كويس؟ كويس. احنا ممكن نساعد حد كده؟ ممكن؟ طيب مشي الطاووس تاني، سمع صوت بنت بتقول ايه؟ يا عيد ميلاد ماما قرب، وانا بعمل لها شنطه حلوه كده بخيطها لها من القماش، بس كان نفسي ازوق الشنطه بحاجه. يا سلام بقى لو عرفت اجيب لها مثلا ورده حلوه، ريشه كده من ريش الطاووس اللي بشوفه، يا ماما تبقى فرحانه قوي. طيب الطاووس بقى ممكن يعمل ايه هنا؟ يعيديها ريش. فعلا الطاووس راح شايل ريش من الريش بتاعه وقدمه للبنوته وقال لها ايه رايك بقى؟ انت عايزه تعملي لماما شنطه هديه، ودي هديتي انا كمان لمامتك. قالت له ايه ده؟ معقول؟ قال لها اه، ده ريش من الريش بتاعي، وانت عايزه تزوقي لماما الشنطه، خدي الريش ده حطيه على الشنطه عشان ماما تتبسط منك وتبقى مبسوطه في يوم عيد ميلادها. يا سلام يا طاووس، انت قد ايه طيب وقد ايه عندك كده انسانيه. يعني ايه انسانيه؟ يعني بتحس بالناس. لما تلاقي حد محتاج مساعدة وانت تقدر تساعده، ساعده. طيب
مشي تاني الطاووس مسافة طويلة، لقى بقى كل الطواويس واقفين، اللي عمال يحط في الريش بتاعه ورد، واللي عمال يحط في الريش بتاعه فصوص كده ملونة، واللي عمال يحط في الريش بتاعه كده بقى إيه أحجار جميلة شكلها حلو، كل واحد واقف يزوق الريش بتاعه والديل عشان يبقى هو إيه الأمير. شافوه كده قالوا له إيه ده؟ شكلك بقى عامل كده ليه؟ إيه اللي حصل لك؟ قال لهم ما حصليش حاجة. قالوا له لا أنت مش ممكن تبقى الأمير، أنت مش شايف ديلك حصل له إيه؟ أنت ديلك خلاص بقى فيه شوية صغيرين قوي من الريش، لكن إحنا شكلنا حلو، كل واحد فينا حاول يزوق الريش بتاعه بحاجات جميلة، أكيد أكيد واحد فينا هيبقى أمير الطواويس. طبعاً اللي شكله أحلى هيختاروا الملك. الطاووس ضحك وقال لهم إيه؟ ما يهمنيش أبقى الأمير، ما يهمنيش. مشي الطاووس شوية سمع صوت ولد عمال يعيط، إيه ده؟ ده صوت ولد بيعيط، يا ترى في إيه؟ سكت شوية كده سمع الولد بيقول لمامته أنا هيجي العيد وأنا يا ماما كنت وعداني أروح جنينة الحيوانات وأتفرج على الطاووس، بس دلوقتي أنا تعبان وعيان مش هقدر أروح الجنينة، كان نفسي قوي قوي أشوف الطاووس وكان نفسي قوي أخد صورة مع الطاووس، هشوفه إزاي دلوقتي؟ ماما تقول له معلش هتخف يا عمر، بكرة إن شاء الله تاخد الدواء وتخف وبعد كده أوديك جنينة الحيوانات. عمر برضو لسه زعلان وبيعيط. الطاووس سكت كده وبص لقى جنبيه بحيرة صغيرة، عارفين بحيرة دي مكان فيه المية، بص في البحيرة قال إيه ده؟ أنا صحيح شكلي ما بقاش حلو خالص، يعني لو الولد شافني مش هيتبسط، الولد عايز يشوف الطاووس اللي بيشوفه في التلفزيون بيشوفه في الصور اللي هو ديله إيه بقى؟ جميل وكبير ولما كده يعملوا مروحة يبقى شكلها حلو، لكن أنا ديلي خلاص ما عادش فيه حاجة غير حبة صغيرين قوي، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ينزل المية؟ أحسن حاجة أروح لملك الطواويس اللي هو أجمل طاووس فينا وأقول له لو سمحت ممكن أجيب لك الولد أو أنت تروح عند الولد تتصور معاه عشان يبقى مبسوط في العيد؟ مش دي فكرة حلوة؟ حلوة. إن هو بيفكر يسعد الولد العيان اللي مش هيقدر يتفسح في العيد؟ خلاص أنا فعلاً هعمل كده، الطاووس قال كده. تاني يوم هو كان اليوم اللي الملك حدده عشان يحتفل بعيد ميلاده ويجمع كل الطواويس ويختار ايه بقى؟ الأمير. كلهم بقى واقفين مستعدين وكل طاووس فيهم بقى فارد الريش بتاعه كده وهو مبسوط ويقول يا سلام انا احلى طاووس فيهم، دول حاطين كده حاجات بسيطه لكن انا حاطط ورد كتير وورد الوانه حلوه، طاووس تاني حاطط احجار كده ملونه قال انا الوان احجاري بقى لما شعاع الشمس هينزل عليها هتبقى كده بتلمع وتخلي بقى الملك يقول بس هو ده الطاووس اللي انا هختاره الامير. واحد تالت حاطط بقى كمان حاجات ريش كمان نلون جوه الريش بتاعه عشان شكله يبقى احلى، يبقى الريش بتاعه اكتر من بقيه الطواويس. كل واحد فيهم واقف ومستعد الملك هيختار مين فيهم. دخل الطاووس صاحبنا عدى في وسطهم كلهم قالوا له انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ازاي جيت هنا؟ هو انت متخيل ان الملك هيختارك؟ قال لهم انا مش جاي عشان الملك يختارني. طب هو بقى كان رايح ليه؟ عشان ايه؟ يصور. عشان ايه؟ يصور. عشان الملك يروح للولد ويصور معاه الولد العيان ويتصور معاه. الملك شافه حقيقي استغرب قال له يا جلاله الملك انا بعتذر، انا مش جاي النهارده عشان ابقى في المسابقه بتاعت امير الطواويس، انا جاي عشان اطلب من حضرتك طلب. الملك قال له اتفضل. قال له ممكن حضرتك بس تيجي معايا عند الولد العيان تتصور معاه؟ قال له بس ده اللي انت عايزه؟ قال له اه. قال له طب انت ريشك راح فين؟ الطاووس حكى للملك كل اللي حصل له، اول واحد اداله ريش بقى كان مين؟ كان الحطاب العجوز اللي كان حران، وتاني حد اداله ريش كان مين؟ البنوته اللي بتزين الشنطه عشان عيد ميلاد مامتها. الملك قال له أنا حاجي معاك عند الولد بس بعد ما أعلن نتيجة الاختيار أمير الطواويس. كلهم بقى واقفين مستنيين. طب أنا هسألكم سؤال قبل ما أقول لكم الملك عمل إيه، تفتكروا الملك هيختار مين؟ هيختار اللي ساعد. هيختار مين الملك؟ اللي اختار اللي ساعد. الله أنا مبسوطة منكم قوي. فعلا يا أصحابي الملك سكت كده وقال أنا خلاص اخترت أمير الطواويس. كل واحد بقى في اللي واقفين مبسوط وعمال ايه يستعد ان الملك يشاور عليه. الملك شاور على الطاووس صاحبنا كلهم بصوا. الملك شاور صح، اه انت.
الطاووس يقول انا، يقول له ايوه انت تعال. قرب الطاووس وقال له انت امير الطواويس. انا سعد. اه كلهم قالوا له ازاي مش ممكن، قال لهم انا لما قلت لكم الشرط قلت لكم انا عايز امير الطواويس يبقى مختلف، مش لازم يكون مختلف في شكله، مختلف في تصرفاته، مختلف في طبعه. الريش اللي الطاووس ضحى بيه يعني اداه للناس اللي كانت محتاجه او الناس اللي عايز يبسطها هيطلع له بداله ريش جديد. لكن اهم حاجه قلبه، قلبه اللي كله حب لكل الناس واللي عايز يسعد كل الناس. مش كل واحد عنده القلب ده، لكن كل واحد فيكم عنده الريش ده. يستحق ولا لا يبقى امير الطواويس؟ يستحق فعلا. الملك اختاره وقال له انا من النهارده اعتمد عليك لان انت عندك صفات ما لقيتهاش في اي طاووس تاني من اللي موجود في مملكه الطواويس. الطاووس الحقيقه فرح جدا وقال له انا عمري ما فكرت ابقى الامير يا جلاله الملك. قال له بس انت الوحيد اللي تستحق تبقى الامير، لان الامير لازم يكون عنده مخلص. انسانيه وعنده عطاء وعنده تضحيه، وانت عملت كل ده يا طاووس من غير ما حد يطلب منك. كل اللي ساعدتهم ما حدش منهم طلب منك انك تساعدهم، لكن انت من نفسك ساعدتهم. حسيت ان هم محتاجين مساعده ساعدتهم، فعشان كده انا اخترتك انت تبقى امير الطواويس. وفعلا يا اصحابي الامير يوم بعد يوم الريش بتاعه طلع تاني وبقى عنده ديل جميل زي ديله الاولاني، وكان مبسوط جدا انه قدر يساعد ناس، وقال لو حد تاني محتاج اني اساعده هشيل تاني برضو الريش واديهوله عشان يبقى مبسوط وسعيد. دي بقى كانت قصتنا النهاردة عن أمير الطواويس. مين عجبته القصة؟ أنا. طب إيه اللي عجبنا في القصة؟ اللي هو ساعد الناس، هو ساعد الناس كلها، وإنه ما فكرش في نفسه بس. أيوة فكر في الناس اللي حواليه، وإنه كمان ما اهتمش بس بشكله، مهم شكلنا يبقى حلو بس الأهم الناس تفرح. بالظبط، مهم شكلنا يبقى حلو بس الاهم تصرفاتنا هي اللي تبقى ايه حلوه. هي تصرفاتنا هي اللي بتخلي الناس تحبنا اكتر من شكلنا. ممكن حد يبقى شكله جميل وحلو بس لما نقرب منه نلاقي تصرفاته مش حلوه. يعني الشكل هو كل حاجه؟ لا لا، المختلف، المختلف في اخلاقه، في طباعه، في انه دايما بيعمل الحاجات الصح، الحاجات اللي تخلي الناس تبقى مبسوطه منه. أصحابي. الحب مش بالشكل، الحب بالقلب. بالظبط، بالقلب. أصحابي دي كانت قصتنا النهاردة عن أمير الطواويس، أتمنى تكون عجبتكم وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سبعة. بقى اللعبة الترابيزة اللي أنا بحبها قوي قوي وبتحمس لها جدا، وبحب أفكركم إن أنتوا اللي بتتفرجوا علينا دلوقتي تقدروا تلعبوا اللعب دي كلها في البيت عندكم على ترابيزة السفرة عادي جدا. عندنا ترابيزة فيها الميكانو بتاعنا عاملين متاهة وكل واحد عارف هيعمل إيه. جاهزين؟ جاهزين. يلا، الفريق الأحمر ياخد بالونة، الفريق الأصفر ياخد بالونة، الأستاذ محمود والأستاذ مالك. مالك مالك بجد مش بتشتغل. ماشي. مالك ومحمود جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. البالونه دي مخرومه مخرومه، خد اللي بعدها بسرعه. يلا يا سلام، عندنا بالونات كتير. بسرعه بسرعه يا محمود، انتوا المفروض ان انتوا تدخلوا كوبايه في المسار. اكشلي مالك دخل كوبايته في الحته الاولى. هل محمود هيلحق يحط يلا يا محمود دخلنا في الحته الثانيه، بقينا خطر. ايوه ماشي ماشي، متاح متاح، بيحصل. ايه يا محمود ما دخلهاش لسه في البلوك الاولى محمود، ولكن مالك وقف عند المرحله اللي في النص ودي مرحله مهمه. هل محمود هيلحق يوصل له؟ ما اعتقدش. انا اللي هحطها. ماشي يلا، مستقيه بس. بص بص بص، ايوه ايوه، يعني فاهم يعني، ابعد سنه كده، ابعد سنه كده بسرعه يا ابني. ايوه ايوه، دخلوا
الحمد لله محمود دخل، ولكن حاسب ايه بقى؟ حاسب ايه؟ تعالى من هنا. حاسب ايه بقى دلوقتي؟ دي كوبايتك ودي كوبايتك، انت هتوسع له والنبي انت جميل، وسع لك. يلا ماشي، تعالى بقى انت من هنا، انت عايز يا حبيبي تطلع من هنا عشان تكسب مبدئيا، لكن انت جميل قوي. خش هنا كده بقى، يلا ماشي بالعرض. انت كمان بتتأمر، يلا عدي كده، عدوا يا والله العظيم محترم. انا مش عارف اعمل، معلش انت حاول تخلص. طب انت حاول تخلص، انت وسعت له بس حاول تكسب برضه، بلاش الجمال ده. يا ابني يا حبيبي كوبايتك لازم تيجي هنا. يلا يا محمود جميل قوي، يلا يلا يا ملوك. لا يا مالك جميل، بس مش انت بتطلع الهواء قبل ما توصل الكوبايه. ايوه في مرحله ايه محمود؟ خلاص يا محمود، خلاص يا محمود، مالك اللي كسب معانا. تعالوا نشوف ايه تاني لعبه معانا النهارده على نفس الترابيزه بتاعتنا. اللعبة التانية فيها حماس مش عادي، حماس مش طبيعي، مش قادر يمسك نفسه أستاذ أحمد. قبل ما نبتدي لعبتنا على طول، أنتوا طبعًا فاهمين، بس أنا عايزة أقول أي حاجة، عايزة أقول حاجة قبل ما نبتدي أي حاجة. دي لا مسدسات ولا بنادق، عشان أنا ما بحبش مسدسات وبنادق بصراحة، بس ده في كور وبيعتمد على الهواء. خمس كور وخمس كوبايات، كوبايات هتدفع كده بالهواء، الكوره هتروح توقع بقى، نشوف مين فيكم هيوقع اكتر. ريدي، ركز يا احمد. اوكي ستادي يوسف، مركز جدا، جو. الله ولا واحده، احمد كان هيوقع واحده. ركزوا في الكور، معكوش اخر كوره عندك، وانت اخر كوره عندك ولا ايه؟ اخر كورتين، اخر كورتين. لا خلاص خلاص، انت كده خلصت الراوند بتاعك. ها ولا واحده وقعت هنا ولا هنا. نعمل راوند تانية، نعمل راوند تانية، يلا جيبوا الكور بسرعه. جو. ايوه واحده وقعت، برافو، ركز ركز. واحده تانيه وقعت، برافو، ركزوا. ها تانيه، واحده تانيه وقعت عند الفريق الاحمر، يوسف برافو. خلصت، تعالى هنا اقف. خلاص لا راوند، راوند لا تاني. احنا هنهزر. لا غشش، لا والله العظيم قرب. ما قرب ايه؟ قرب ايه؟ ما احنا بنقرب عادي وما جاتش اساسا، بس وقع كوبايتين اهو في خمسه، الفريق الاحمر اللي فاز معانا في اللعبه دي. يلا نخش على اللي بعده. اللعبه الثالثه عندنا على الترابيزه هي اكس او، بس اكس او بتاعتنا مختلفه، محتاجه تيم ورك. انتوا هتبقوا بتوقفوا الازازه، لو وقفت هتحرك، ما وقفتش مش هتتحرك، وهنشوف مين اول واحد هيكون صف اكس او صف او. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو، نبتدي من هنا. يلا يا يوسف، وقفت، برافو، حط او، برافو. ايه ده بقى؟ بتعملها هنا اصلا؟ ماشي، ما وقفتش. هنا هنا يا احمد، يلا يوسف. واو، حط او، هنكسب ولا ايه؟ ركز يا احمد، هي كلمه السر، ركز. يلا ماشي احمد، برافو. ها انت اشول، انا كسبت خلاص. هو كسب خلاص فعلا، اسرع لعبه وانجزه على طول كده، يبقى كسب الفريق ده يوسف ومالك في اكس او. بس احنا لسه عندنا لعب تانية كتيره جدا، لكن النهارده خلصنا نهايه الجزء الاول. استنونا بكره علشان هنكمل الرحله بتاعتنا مع نفس الاسرتين الحلوين دول. والنهارده بقى بقول لكم باي باي.